مثال ذلك مثلا العقل الباطن عندنا مثلا في الصين الايمن والايسر، مثلا الايمن تركيز اكثر شيء العاطفه والامور هذه، الايسر على المنطق. وايضا احيانا تجاربنا الخارجيه تاثر علينا كمعتقد. يعني بالعاميه دكتوره ممكن نقول ان انا من الناس اللي ما تحسبها صح؟ هي مش موضوع ما تحسبها صح، بس هو تفكيرك وتركيزك دائما يكون يمكن بطريقه خاطئه شوي. يمكن عبد الله انت احيانا متسرع، يمكن ما تركز على الاشياء اللي حواليك بدقه. ترى عشان شي قلت ما احسبها صح، ما تحسبها صح الوقت، لان هذا كله محتاج وقت. يعني حتى من الكنترول قالوا لي لازم تشيل الفص الايمن، كيف اشيله يعني؟ اللي قول لي هو المشاكل لازم يكون في توازن بين عمل الفصين يعني. نعم زين، يعني ليش بعض الناس يعني متوقع ان مش سهل ان الواحد يتوقع؟ لان الناس يمكن في خيالهم في توقعاتهم ان هذا امر غيبي، نعم، فيحاولوا يبعدون عنه بشكل ما.